الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك نبي حفيا.
صدق الله العظيم.